جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إحداهن يا شيخ صالح: أنا أصلي العشاء ثم ركعتي السنة ثم ركعة واحدة الوتر، وأدعو دائما بدعاء القنوت، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح الحمد لله، وهو أقل الوتر، أقل الوتر ركعة واحدة، وأدنى الكلام ثلاث ركعات، وأعلاه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله 12 ركعة أو 13 ركعة، وما بين ذلك فله أن يوتر بثلاث، له أن يوتر بواحدة وهذا أقل الوتر، وله أن يوتر بثلاث ركعات، وله أن يوتر بخمس، وله أن يوتر بسبع، وله أن يوتر بتسع، وله أن يوتر بإحدى عشرة، وله أن يوتر بثلاث عشرة، وله أن يصلي من الليل ويتيسر له ويتهجد ويختم صلاته بالوتر. الأمر يوسع ولله الحمد.